مغامرته تفاجئه في عيد ميلاده. لانا محمد تغني للفنان لسيلاوي. شاهدوا المزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع الفنان السلوي اللي نشر ستوريات كشف من خلالها تفاصيل عن منزله الجديد وشكر المهندس على الديكور. نمر إلى لانا محمد اللي نزلت ستوري على السناب كانت تغني أغنية الفنان السلاوي الأخيرة أنت اللي جمعته مع بيك سام. نمر إلى قمرتها اللي ظهرت بالأمس مع مجد بركات وهي عم بتفاجأ صديقها أحمد بعيد ميلاده وفاجأت قمرتها بكيك. Cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it. All the searching, pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence, and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my